وبعد فوات الأوان اتنبهت سكينة إن خروجها من بيت الخواص كان خسارة كبيرة، لأنها ما حصلتش على القسمة العادلة في نصيبها من البيت، وخصوصا بعد ما نبيها مات. نرية أجرت الأوضة لروما السحابة، وبقى يشتغل عندهم 3 نساء من البغايا وسحابتين. البيت اتشهر وبقت الفلوس تجري في ايديهم، وان كان من الصعب على سكينة انها تعمل اوضتها بيت سري، لانها كانت وسط بيوت احرار او جيرانها من الناس الاحرار، فكان خطر على سكينة. راحت سكينة على قهوة مريم الشامية وخدتها ملجأ ليها، قعدت قدامها وبقت تغسل هدوم للي حد عايز يغسل هدوم او تبيع خضار وتاخد اجرتها او تأجر اوضتها لحد من الزباين. ومن سوء حظ سكينة كتر البلاغات اللي كانت بتيجي على البيوت السرية، كان البوليس ما بيقدرش يروح يظبط البيوت دي لانها كانت تحت حماية بريطانية، فقرروا ان هم ينزلوا حملة تفتيشية. نزلها بنفسه مور اسم كرموز بشارة نصحي انهم يظبطوا الستات كلها اللي قاعدين على القهاوي ويعرضوهم على الكشف الطبي. من سوء حظها الاسود انها اتمسكت، واللي انقذها مريم الشامية وشهدت بانها بتقعد تغسل هدوم وبتبيع خضار، عشان كانت سكينة دايما بتخاف من الكشف الطبي، كانت بتترعب منه. سكينة كانت بتفرط في الشرب وكانت مدمنة خمرة، بس كانت بتشرب كتير لكن ما بتسكرش، كانت مدهملة تقول اللي عايزة تقوله على الاسم انها سكرانة. قعدت تشرب كتير وتفتكر الايام اللي جي فيها حسب الله وهي بتشعر بالمرارة، وانها ازاي استقبلته وانه كان هربان من الشرطة، فهي قوته وأطعمته وكانت بتبيع جسدها عشان تطعم ولاده ومراته، وإنها كانت كريمة قوي معاهم رغم بخلهم عليها، وإنه دلوقتي الفلوس بتجري في إيده هو ورايا. معلش الأصوات، ابني بيلعب بلايستيشن فانتوا عارفين الحمقة. بقى نرجع إن كانت الفلوس بتجري في إيد رايا وحسب الله. المهم سكينة قعدت تشرب بس ما كانتش بتفقد وعيها، كانت بتسيطر على نفسها لغرض في نفسها لا يعلمه إلا الله، وكانت تتظاهر بالسكر. وكانت قاعدة مع مريم الشامية وهوبا جت لها الجنونة، قالت لها أنا أروح على بيت الخواص وبهدلهم وتعتب على أختها. فمريم الشامية أقنعتها تسيبها من الفكرة دي وعوضها على الله، وإنه مفيش فايدة إنها ما تتعلقش بأوهام. لكن سكينة كانت في حالة غضب شديد وقفلة ودنها مش عايزة تسمع حاجة، وراحت على بيت الخواص ولقت 3 من الزباين قاعدين في الصالة بيأكلوا ومعاهم 3 نساء. فاستقبلتها ريا بترحيب مصطنع وعرض عليها حد من الزباين كوب من الخمرة. ما استحملش بقى عم حسب الله الرزل المنظر ده، وهي أول ما شافته راحت قالت لها أنا كنت فاكراكي لوحدك، وراحت مشيت وقالت لها هجيلك بكرة، وطلعت جارية على مبنى اسم شرطة كرموز، وقدام باب الاسم لبست قناع بقى الست السكرانة المخمورة، وقعدت تنادي بصوت جمهوري عالي يا بشارة فندي الراجل الجدع اللي أنقذني من اللي اتهموني بالزور، وإنه أفرج عنها. لو عايز يعرف مين اللي بيزرع الخبيزة في بيت الأحرار دلوقتي يشوفهم هم شغالين. وراحوا هجموا البيت ولقوا 3 ستات مستخبيين في الدور الأرضي، والتلات رجالة طلعوا استخبوا فوق السطوح، والحسن حظ الرزل إنه مشي قبل المهاجمة دي بدقايق، فقبضوا على الستات والرجالة ورايا. لكن بعد ساعة واحدة كان حسب الله واقف قدام مأمور قسم كرموز اللي هو بشارة فندي، ولما واجهه بالواقعة أنكر تماماً، وأنكر إن بيته مش بيقوم على الدعارة السرية، وإن اعتبر ده ماس اللي كرمته كراجل صعيدي يا سيدي. فلما سأله المأمور طب إيه تفسيرك لمحاولة زوجتك بإخفاء الرجالة والستات اللي عندها، انطلق عم الرزل يألف قصص وحكايات عشان يبعد التهمة عن أسرته، بس كان بيدافع عن نفسه أكتر. والحسن حظ ريا وحسب الله إن بشارة فندي ما كانش عنده الوقت الكافي والجهد إنه يتفرغ للنوع ده من القضايا، إن البيوت السرية وبيوت البغاء كانت منتشرة جدا في اسكندرية في الوقت ده، إنه كان بيشعر بالمرارة لكن ما كانش يقدر يهاجم البيوت السرية دي. ليه؟ لأنها كانت معروفة باسم بيوت الحماية اللي كانت بتديرها الأجانب، وكانوا بيتمتعوا بحماية الامتيازات الهائلة زيهم زي ضباط الشرطة في اسكندرية.
فرجوا عن الثلاث رجال وأحالوا النساء للكشف الطبي، والمأمور خير حسب الله، يا إما زوجته تتقدم بطلب رسمي لإدارة البيت للدعارة العلنية عشان تطلع ترخيص الستات اللي موجودة عندها الفحص الطبي الدوري، أو إنه يرحل من حي كرموز وإنه مش عايز يشوف وشه ولا وش مراته ولا يسمع عنهم خبر. وعشان حسب الله كان حريص قوي إنه ما يسجلش نفسه على زوجته رسميا إنه بيمشي البيت في مجال الدعارة، اختار طبعا الرحيل وجريوا على أوضة سكينة. راحوا على أوضة سكينة اللي اتظاهرت بالانزعاج الشديد جدا من اللي حصل، وحبت إنها تقوم بالواجب عشان الكارثة اللي حصلت، إنها معروف عنها الشهامة والكرم. وجريت مع ريا لبيتها ونقلت محتويات بيت ريا لغرفتها. وبعد أيام قليلة سافرت الأم زينب وأبو العيلة لكفر الزيات عشان يستعيدوا نشاطهم تاني في إدارة القهوة والمطعم اللي كان على الرصيف. ريا خسرت كل حاجة بما فيهم الاسم التجاري للبيت، وما شكتش لحظة إن سكينة هي اللي ورا اللي حصل، وفضلت إنها تستعين بسكينة عشان تنشأ بيت بديل يقوم بنفس النشاط، خاصة إنها عارفة إن حسب الله زي عدمه، إنه كالعادة بيصرف كل حاجة على مزاجه. وانتقلوا كلهم لمينا البصل. أجرت ريا وسكينة غرفتين في دور علوي في كفر غاطس القريبة من كوم الشقافة. أقامت ريا وجوزها في أوضة وسكينة في أوضة، واستأنفوا نشاطهم في السكن الجديد، وبرضه في تكتم شديد. وشغلت معاها بنت واحدة اللي كانت موجودة معها في بيت الخواص، وهي أمينة، كانت بتجيب الزباين على إنه قريبها، ويشتغلوا في السر. كانوا مأجرين الأوضة دي بسبعين قرش في الشهر، عفواً القطين كان أجرهم سبعين قرش في الشهر. ورجعت تاني المشاكل بين حسب الله وسكينة في توزيع الأرباح، وأصرت سكينة إنها تاخد الربح اليوم بيوم، فتضايق الرزل وقعد يشكك في أمانتها، وقعد يقول عليها مصرفة وإنها تعودت على الصرف من غير حساب من ساعة ما سافر جوزها للسلطة اللي هو أحمد رجب. لكن سكينة كانت عارفة إن هدف حسب الله الوحيد هو الاستيلاء على النصيب الأكبر عشان يصرفه على مزاجه، فرفضت بعناد وقالت إنها اتعلمت بما فيه الكفاية من اللي حصل لها في بيت الخواص، وإنه دايما حسب الله بيهددها بفض الشركة أو الشراكة، ورفضت إنها تسيب البيت. وتردد حسب الله عشان سكينة كانت بتقنع الجيران إنهم أسرة محترمة وكان وجودها مهم جدا. قالت لهم أنا الوحيدة اللي أقدر أسحب الستات من الخمارات اللي أنا بروحها، لأن سكينة كانت دايما حاسة إن موقفها ضعيف عشان من غير راجل، فقررت إن يكون ليها رفيق ثابت ليها، وكان الرفيق ده هو محمد السداد اللي دخل البيت مرة مع زميله اللي هو زميله في شركة المكابس المصرية، فعجبته سكينة وعرض عليها إنها تبقى رفيقته في غياب زوجها أحمد رجب، ومفيش اعترض عم الرزل وقال لها إن وجود محمد السداد كل يوم بيجيب شبهة للبيت. سكينة ما اهتمتش لكلامه، وكان كل همها بس إن راجل يقف حسب الله عشان ما ياخدش عرقها ويستولى عليه. وكان محمد عبد العال من صحاب محمد السداد، لأنهم كانوا ساكنين جنب بعض في شارعين متجاورين. مرة كانوا سهرانين في قهوة، فمحمد السداد عايز يروح لسكينة، فاستأذن من محمد عبد العال وقال له أنا طالع عند قرايبي. عبد العال ما صدقش، مشي وراه أو طلع وراه، عرف إنه بيت دعارة، وأول ما شاف سكينة نار الحب ولعت في الدرة، وكانوا بينافسوا بعض عليها. وبعد أسابيع كان لطش الولية وشقطها منه. وكان محمد عبد العال شاب أسمر اللون، متوسط القامة، وشه مدور، أسود العينين، قوي العضلات، وعنده شنب خفيف. كان بيلبس وقتها زيه زي كل الموجودين جلباب ومعطف، وكان في الوقت ده كان سنة 1917، عنده 22 سنة. كان بقاله قاعد في اسكندرية 5 سنين لما جه مع أبوه وعمه من أسيوط عشان يشتغلوا في اسكندرية. كان أبوه بيشتغل حمال في مينا البصل،
والعم كان بواب في قصر عبد الحميد بيك الديب، وده كان في الرمل. حسب الله لما جه اسكندرية ما لقاش صعوبة في انه يشتغل. كان بيشتغل في مواسم القطن بين المحالج والمكابس، كان بيشتغل احيانا مع ابوه في مينا البصل في عمليات الشحن والتفريغ. كان محمد عبد العال ليه اخ كان اسمه محمود. نجح محمود انه يشتري عربية بحمار كان بيستخدمها في نقل البضايع والاساس في احياء المدينة، او كان بينقل السمك من محطة السكة الحديد لسوق السمك. محمود اتجوز بنت من اسكندرية. بعد ما اتجوز محمود، عبد العال فكر انه يسيب له العربية لانهم كانوا شركة فيها، مش عربية 4x4، ده عربية بحمار، تواخدين بالكو، عشان يعول اسرته، لانه كمان كان في البداية مش متحمس لعملية العربجة. على فكرة الكلام ده كان موضة قوي وقتها، وحاجة ايه يعني، حاجة قبها. يسعدني اعرف انتوا من اي بلد بتتابعوني، ويسعدني كمان اعرف انتوا مستمتعين بالقصة والحكاية ولا لا. استني رأيكم في التعليقات ودوسوا لايك بقى عشان تشجعوني. أسرة عبد العال كانت متماسكة قوي ببعض، وكانوا بيحبوا بعض جدا، وخصوصا محمود وأخوه محمد عبد العال. كانوا طموحين، كان نفسهم يشتروا منزل صغير ريفي، واشتروا فعلا بيت صغير مكون من حجرتين بمنطقة غيط العنب. لما جت السكينة المهلبية بالزبيب ظهرت في حياة محمد عبد العال، كانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة له. رغم فارق السن اللي كان بينهم، سكينة كانت أكبر من عبد العال بعشر سنين، وبفضل خبرتها بالحياة ومع الناس قدرت إنها تحتوي عبد العال، وهو كان بيخضع لها وبيخشاها، وبما إنه بقى رفاها بقى يمنعها من اختلاط الرجال وعلاقتها معاهم. لكن مع تردد الكتير لمحمد عبد العال لبيت سكينة، لفت نظر الجيران، ففهموا إن في حاجة مريبة جوه البيت، نشاط مريب بيحصل من ورا ظهرهم، واتجاه الشبهات ناحية سكينة، وده اللي خلى سكينة تشك إن ريا وحسب الله بيتعمدوا يوجهوا ليها الشبهات أو يلفتوا نظر الناس ليهم بالشبهات، وما كانوش بيشكوا أو بيشتبهوا في ريا وجوزها. شكت في حسب الله إن هو ورا ده عشان اضطرها إنها تسيب البيت، ينفردوا هو ومراته بإدارة الشركة، تقولوش شركة نجيب سويرس. لكن الجيران أعلنوا الحرب عليهم، واخترعوا حاجة لطيفة جدا، كل اللي يخش البيت يجرسوه ويفضحوه ويغنوا له أغاني. فطبعا كان كل اللي يدخل البيت ويخرج منه ما يجوش تاني أبدا، فاضطروا للأختين ريا وسكينة إن هم يسيبوا المكان. وطبعا الرزق حمل السكينة المسؤولية كلها، وإن هي السبب في ده، وانه مش هيدخل معاها في شراكه تاني ولا هيسكن معاها في مكان تاني. دي كمان كانت رغبه عبد العال. سكينة وعبد العال مشيوا من كوم الشقافه، راحوا على باب سدره اجروا اوضه هناك، وحسب الله خد مراته ريا سكنوا في زقاق ضيق جدا وهو المسكوبيه، قعدوا فيه 4 شهور ونشروا النشاط هناك لحد ما حسب الله اتشهر بالبيت السري. حسب الله لما حس ان الدنيا هتتقلب عليه من جيرانه، راح بعت لسكينة في اخر شهر عشان يجوا يقعدوا معاه، على اساس ان هم اسره كامله، وكمان عشان يلبسها في الحيط. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، واتمنى تدعموني بلايك عشان استمر، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو مش مشتركين اشتركوا. ايه رايكم في التعليقات؟ وعايز اعرف انتوا من اي بلد بتتابعوني، واتمنى يكون بيعجبكم المحتوى اللي انا بقدمه. وشكرا لكم جدا على المشاهده. ميرسي، السلام عليكم ورحمه الله.